أعرب وزير الإعلام في حكومة الحوثي ضيف الله الشامي في تصريحات خاصة للمهرية عن أمله بأن تتمكن مفاوضات مسقط من حلحلة ملف الأسرى، مؤكدا حرص جماعته على إطلاق سراح جميع الأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل. هنالك آمال إن شاء الله معلقة بأن يتم هنالك استجابة، بأن يكون هنالك إطلاق الكل مقابل الكل باعتباره مبدأ أساسي من المبادئ التي نسعى إليها، ونحن حريصون على إطلاق جميع الأسرى بدون استثناء، وأن يكون هنالك إطلاق الجميع وجميع المحتجزين، وأن لا تسيس هذه القضية باعتبار الملف ملف إنساني قبل أن يكون ملفا سياسيا. وإذا دخل الناس فيه جميعا من واقع الإنسانية فسيصلون إلى حلول، أما إذا استجابوا للضغوط والإملاءات الخارجية فهي التي تكون حريصة على أن لا يستقر وضع في اليمن، فيجب أن نغلب مصلحة شعبنا اليمني ومصلحة أبنائه من كل الطرفين، لأن الضحية هم أبناء الشعب اليمني، كل الأسرى هم أبناء الشعب اليمني، سواء الأسرى لدى جميع الطرفين. فإذا كان هنالك نوايا صادقة فسيكون هنالك انفراجة كبيرة لإطلاق الكل مقابل الكل، هذا فيما يتعلق بالأسرى. وحول المرتبات وتوحيد العملة، قال الشامي في تصريحات خاصة للمهرية إن السعودية ملزمة بدفع الرواتب لجميع موظفي الشعب اليمني، وأن عاقبة المماطلة في ذلك ستكون وخيمة حسب قوله. فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، فيما يتعلق بالمرتبات، بتوحيد يعني الدعم والإيرادات لصرف مرتبات الموظفين، هذا شيء واستحقاق يعني تم إيداعه في البنك الأهلي السعودي، والسعودية ملزمة بأن تدفعه إلى جميع أبناء الشعب اليمني، إلى جميع الموظفين، وضمن الاتفاقيات، وعليهم أن ينفذوا كل الاتفاقيات التي تم التوافق عليها، لأن العواقب ستكون سيئة. شعبنا اليمني لن يصبر أكثر مما قد صبر إلى اليوم يعني في المماطلة والتهرب من هذه الاستحقاقات. السعودية هي تحاول أن تأكل بفم غيرها، فهي تحاول أن تلتهم اليمن بفم يعني للأسف الشديد الذين ينخرطون معها في مشروعها في حربهم ضد أبناء الشعب اليمني، فهي تريد أن تأكل خيرات اليمن بفم أبناء اليمن، مجموعة من أبناء اليمن، وهذا أمر غير مقبول، ويجب عليهم أن يدركوا خطورة ما تسعى إليه السعودية والإمارات في هذا التوجه وفي هذا الإطار.